طيب هلا الدايريتك دراجز، في عنا 5 دايريتك دراجز، في عنا المانيتول، في عنا الاسيتازولاميد او الدورسالاميد، هن اسمهم الكربون انهيدريز انهبيتر، وفي عنا لوب دايريتك، ثيازيد دايريتكس، والبوتاسيوم سبيرنج دايريتكس. اول شيء المانيتول، المانيتول هو نوت تيبيكال دايريتك. ليش نوت تيبيكال دايريتك؟ لانه تيبيكال دايريتك هو مينلي لازم يشتغل على الصوديوم ويعمل صوديوم اكسكريشن. طيب هل المانيتول بيشتغل مينلي على الصوديوم؟ نو، المانيتول وركس مينلي على الووتر، هو بيكولكت ووتر وبعدين بيعمل اكسكريشن للووتر. طيب كيف بيشتغل بقى؟ احنا ما بنقول عنه انه هو تيبيكال دايريتك، بنقول انه هو اوسموتيك دايريتك او بيعمل اوسموتيك دايريسيس. اول شغله لازم نعرفه عنه انه هو نيفر تيكن اورالي، اونلي تيكن انترافينوسلي. ليش؟ لانه هو يعني ما بيصير له absorption، فبالتالي انا اذا اخذته اورالي نيفر ابدا ما رح يروح على البلد. اوكي شو اسمه، فاذا انا اخذته اورالي حيشتغل كانه لاكسيتيف، انه هو اصلا ما بيصير له absorption. طيب انا لما باخذه اي في هو اوريدي خلاص عندي بالدم، شو بيعمل؟ هو اوزموتيك، يعني شو يعني؟ بيكولكت ووتر، بيروح على البلد فيسل وبيكولكت ووتر. لما بيكولكت ووتر من التشو شو بيعمل؟ بيعالج الجلوكوما. نحن نعرف ان الجلوكوما هي هاي انترا اوكيولار بريشر، فهو لما بيعمل كولكشن للووتر يلي عند الاي رح يقلل الانترا اوكيولار بريشر، فبالتالي رح يعالج الجلوكوما. ثاني شيء اذا كان في عندنا نحن مثلا كمان هاي انترا كرينيال بريشر، يعني البريشر جوات البرين عالي، كمان هو شو رح يوقف عند البلد فيسل تبع البرين ويبلش يعمل كولكشن للووتر، فبالتالي رح يعالج الهاي انتركرينال بريشر. طبعا هو ما رح يعدي البلد برين بارير، هو بس رح يوقف عند البلد فيسل اللي هي واصل البرين ويعمل يعمل كولكشن للووتر. دارس شو يعني؟ يعني هو فلتريبل. شو يعني؟ هون مثلا هو راح على كل الجسم وعمل كولكشن للووتر وجاب معه الووتر واجى لهون على الافرنت اللي هو رايح على الكدني، هل هو رح يصير له فلتريشن ولا ما رح يصير له فلتريشن؟ طبعا رح يصير له فلتريشن ويروح على اليورين. هل رح يصير له ري ابزوربشن؟ ما رح يصير له ري ابزوربشن، يعني ما رح يرجع ما رح يرجع للبلد، رح يضل قاعد باليورين وماسك المي يلي هو عمل له كولكشن ورح ينزل باليورين. طيب نحن قلنا انه هو نوت تيبيكال دايريتك لانه هو برايمري بيشتغل على الووتر، بيعمل ووتر اكسكريشن. سكندري هو بيعمل صوديوم اكسكريشن، هي مع الووتر، يعني المية اللي نازله هي بتاخذ مع صوديوم، بس هو مينلي ما بيشتغل على الصوديوم، فبالتالي هو بيشتغل يعني مايند سكندري. شو يعني؟ يعني هو ما بنزل صوديوم كتير، بنزل ووتر اكتر. لما نزل ووتر كتير وما نزل صوديوم كتير شو عمل؟ زود الصوديوم برسنتج بالبلد. لما زود الصوديوم برسنتج بالبلد عمل فهذا الشيء خلاني انه انا ما بصير استخدمه لما يكون في عندي صوديوم ريتينشن، او حتى بالهايبرتينشن ما بصير اخده لانه بزود بيزود صوديوم برسنتج بالبلد. وشو بستخدمه كمان هون عند دايريسيس؟ بستخدمه للاكيوت رينال فيلير. امتى بصير في عندي اكيوت رينال فيلير؟